کر دے. آئیے سامعین اکرام مخصوص لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت با سعادت کے لیے مدعو کر رہا ہوں ایک ایسے قاری خوش الحان کو کہ جن کا پڑھنا پڑھانا روح کو مست اور آنکھوں کو آب و دیدہ کر دیتا ہے, جس سے میری مراد قاری خوش الحان استاذ القرا دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ تجوید و قرأت دارالعلوم دیوبند ہے. حضرت والا کا استقبال ہے اس شعر کے ساتھ, اس شعر کے ساتھ کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے, کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے. ارے لوگ بہلاتے ہیں دن گیت سے گانوں سے مگر, ارے لوگ بہلاتے ہیں دن گیت سے گانوں سے مگر مجھ کو قرآن کے پاروں سے مزہ ملتا ہے. جناب قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سبحان الله, الله أكبر. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء. زد فزد بارك الله في صوتك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما
سبحان الله اللهم سد فسد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. سبحان الله. وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سبحان الله. والله رؤوف والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله. قل سد فسد بارك الله في صوتك. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سبحان الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش.
محلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي صدق الله العظيم.